استاذ جراحه العيون في معهد ابحاث امراض العيون. هو المؤتمر النهارده اتطرق لحاجات كثيره جدا، كل ما هو حديث في علاج الامراض الشبكيه في العين، كل ما علاج جديد في علاج السكر ومضاعفاته على العين، نفس الحكايه بالنسبه لما هو حديث في علاج المريض الكفيف اللي ملوش نظر خالص او بيفقد الابصار، هل في حاجه متاحه في العالم اضافه حاجه زي كده؟ في جزئين اتكلمنا فيهم هم دول اللي كانوا ذات قيمه. الاولاني اللي هو علاج الخلايا الجذعيه او علاج الجينات، وده الاطفال بيستفاد بيه اكثر من الكبار، لكن الابحاث كلها اللي احنا شايفين ان خلال السنوات الجايه حاجه زي كده هتبقى متاحه. ما بنقولش المريض يعملها دلوقتي، لكن بادره كويسه ان في حاجه ابتدت تظهر لحاجة زي كده. الجزئيه الثانيه اللي اتكلم فيها دكتور ريزو من ايطاليا بكره هي العلاج بالشريحه البصريه، وبيوري النتائج بتاعته خلال الفتره اللي فاتت، مين المريض اللي استفاد واستفاد قد ايه، وهل دي بارقه ان احنا نبتدي نستعملها دلوقتي ولا في حاجه تنزل كمان في المستقبل احسن. دمور البصر حقيقه ليه اسباب كثيره جدا، يمكن الليبرز او الجزء هو اللي بيحصل نتيجه فقد جين معين بيؤدي لحاجه زي كده في الاطفال، هو ده اكثر حاجه استفادت من علاج بالجينات، ان في جين معين بيتزرع داخل العين بيعكس دمور اللي بيحصل في الخلايا او بيخلي الخلايا ترجع تتكون تاني. لكن اعتقد ان البارقه دي ما دام عرفنا ان في طريقه علاجيه لحاجه زي كده هتبتدي تنزل الامراض كده. المرض ده بيظهر بدري جدا في العمر، يعني الجين متسبب ليه كل طبعا لما بيتعالج بدري بيبقى احسن، ان بيكونش حصل دمور كثير في الخلايا، فمعنى كده ان الخلايا اللي موجوده بنقدر نحافظ عليها وبنقدر نستعيد بعض الخلايا، فبدري العلاج بيؤدي نتائج بصريه احسن. هو المره دي كان معانا التعاون مع المدرسه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجمعيه الامريكيه لجراحات الشبكيه. الاثنين اللي انا احب اتكلم على ابحاثهم اللي قدموا، دكتور ماركو زاربن اتكلم على العلاج بالجينات والخلايا الجذعيه وما هو يراه ولي باع في هذا المجال ال 20 سنه اللي فاتوا، ابحاث اتعملت قد ايه وتصرف عليها قد ايه، ادينا اللي احنا المرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي، والبارقه اللي هتظهر خلال السنوات الجايه في علاج امراض مستعصيه في العين بتؤدي الى دمور الخلايا البصريه. الجزئيه الثانيه دكتور ريزو برضو من ايطاليا بيتكلم على النظر الصناعي، وانا اعتقد ان دي حاجه هايلايت كويس جدا، لا سيما ان شاء الله تبقى موجوده في مصر في القريب. النظر الصناعي هي كاميرا بتتركب في النظاره بتنقل الصوره لشريحه بنزرعها داخل الشبكيه في العين، والشريحه دي بتنبه الخلايا وبتنبه العصب البصري ما تبقى من الخلايا داخل العصب البصري عشان تنقل الصوره للمخ، فبتقدر تنقل المريض اللي ما يشوفش النور خالص ان هو يقدر يشوف الحركه على الاقل او يميز الاشكال اللي يقدر يمشي فيها. طبعا مش معنى كده ان دي نقله جوهريه، بس كبدايه زي تطور الكاميرا من كاميرا بدائيه لكاميرا بيحسن فيها الميجا بيكسلز لحد الجنريشنز اللي احنا بنلاقيها حاليا موجوده. الشريحه البصريه اعتقد الشريحه البصريه هتبقى مكلفه جدا لانها لسه في المرحله الاولى، يمكن في اوروبا بتتعمل بحوالي 70-80 ألف دولار، فطبعا دي تكلفه كبيره جدا نتيجه انها لسه حاجه حديثه والتكلفه بتاعه تصنيعها بالنسبه للشركه، لكن انا اعتقد زي حتى العقاقير الطبيه اول ما بتنزل بسعر مكلف، ومع الوقت بتقدر ان احنا ننزل سعرها او نضغط على الشركات انها تقدر نعمل حاجه زي كده. يمكن في ايطاليا هم دخلوها علاج تبع وزاره الصحه بيقدروا يغطوا حاجه زي كده، لكن بالنسبه لنا هتبقى عبء كثير جدا، فانا اعتقد ان لازم هنشوف لها حل ايه اللي ممكن يتعمل، او هنضغط على الشركات زي ما حصل في شركات ادويه كثيره جدا ان احنا نقدر نوفر حاجه زي كده للمريض المصري. شكرا.